آخر في طريق القداسة على مثال الطوباوي كارلو أكوتيس، ماتيو فارينا، الذي تميز بمقولته: آمل أن أدرك مهمتي كعميل سري بين الشباب والتحدث إليهم عن الله. أريد أن أصيب أصدقائي بمرض الحب. بعمر 9 سنوات قرأ إنجيل متى بأكمله أثناء الصوم الكبير، وقد غزى إيمانه بصلاة يومية وبجدول منتظم من التقوى والعبادة كان قد تلقنها من والديه ميكي وباولا والرهبان الكابوشيين، متخذا القديس بادري بيو شفيعا ومثالا له. كانت أمنيته الوحيدة النجاح في منح الفرح والقوة للمحتاجين. وفي سن 13 تم تشخيص ماتيو بسرطان الدماغ وخضع لعدة عمليات جراحية، وقد كتب عن مرضه: المرض هو إحدى تلك المغامرات التي تغير حياتك وحياة الآخرين، يساعدك على أن تكون أقوى وأن تنمو في الإيمان. قال ماتيو أنه شاهد البادري بيو في الحلم وقد أخبره أن سر السعادة هو في الابتعاد عن الخطيئة. كان يجمع المال في صندوق نقود خاص للبعثات في موزمبيق، كما كان يتخلى عن هدايا عيد الميلاد لصالح المحتاجين. بذل ماتيو قصارى جهده ليعيش كأي شاب مراهق بقدر لا يتعارض مع إيمانه المسيحي، وفكر في أن يصبح كاهناً في المستقبل، إلا أن حالته الصحية غير المستقرة جعلته يعيد النظر في رغبته. وبعد خضوعه للعملية الجراحية الثالثة أصيب بشلل جزئي، وفهم أن حياته باتت قصيرة، فكتب: يجب أن نعيش كل يوم كما لو كان الأخير، لكن ليس في حزن الموت بل في فرح الاستعداد للرب. وقد وصل ذلك اللقاء في ربيع عام 2009، حيث انتقل إلى الحياة مع يسوع وهو في 18 من عمره. حين اشتد عليه الألم كتب: هل تخلى الله عنك؟ لا، في الصمت والهدوء هو إلى جانبك، يمسح دموعك ويحملك بين ذراعيه حتى تعود مجددا إلى حالتك الجيدة.